بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه. الحمد لله، يكون الله يصلح ولا وشراحه في الدارين، آمين. أما بعد، الباب 36 من الكتاب الرابع، كتاب الوضوء. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. لأن وجهات الفقهاء في نواقض الوضوء مختلفة، وكل له دليله. بعض العلماء قالوا أن العبرة بالمخرج، فالذي يخرج من المعتاد هو الذي ينقض الوضوء، أما من غير المعتاد فلا ينقض الوضوء. يبقى العبرة بإيه؟ بالمخرج، اللي يخرج من القبل والدبر بس هو اللي ينقض الوضوء. طب لو خرجت أي حاجة من أي حتة في الجسم تانية غير المخرج المعتاد ما تنقضش الوضوء. يعني خرج دم من جلدك، خرج صديد من خراج، خرج قيء من الفم، خرج مخاط من الأنف، خرج أي شيء من الأذن، خرج أي شيء من الإيه؟ من العين، صديد وقيح، هل ده ينقض ولا هو ده اسمه خارج؟ هل ينقض؟ قالوا لا، ما ينقضش طالما لم يخرج من المخرجين المعتاد اللي هو القبل والدبر، بس هو ده اللي ينقض الوضوء. الباقي كل ده ما ينقضش حتى ولو خرجت نجاسة من أي مخرج غير معتاد. فهمت؟ ده مذهب مين؟ الشافعي. يبقى الشافعية نظروا إلى المخرج ولم ينظروا إلى الخارج. أي شيء يخرج حتى ولو طاهر طالما خارج من المخرج المعتاد ينقض الوضوء. يعني لو دودة خرجت من دبر إنسان، الدودة دي أصلا لا نفس لها سائلة، تعتبر طاهرة. طب خرجت دودة طاهرة خارجة من المخرج المعتاد، تنقض ولا لا تنقض؟ الشافعي يقول لك تنقض. خارجة منين؟ خرج من الدبر، تنقض. ولو خرج اطهر حاجه في الدنيا برضه تنقض طالما خرجت من ايه؟ من المعتاد. فاهم؟ يبقى العبره المخرج مش الخارج. واضح؟ ده راي الشافعي. المالكيه نظروا الى المخرج والخارج في نفس الوقت، قال لك لابد ان يكون الخارج معتاد ومن المعتاد، اما النادر فلا ينقض. فهمت بقى؟ المالكية قالوا ايه؟ لابد ان يكون المخرج معتاد وان يكون الخارج ايضا معتاد، لكن لو الخارج نادر او طاهر لا ينتقد الوضوء. واضح؟ يبقى عند المالكية الخارج الغير معتاد لا ينقض الوضوء. يعني واحد خرج دم من مجرى البول بتاعه، نقطة دم، الدم ده معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد، لأن الإنسان المفروض لا يبول دما. يبقى الدم الخارج ده ما ينقضش الوضوء عند الملكية، ينقض الوضوء عند الشافعية والأحناف، لكن ما ينقضش عند الملكية. واضح؟ واحد خرج حصوة من مجرى البول غير مختلطة ببول، حصواية كده نزلت، دي معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد، يبقى لا ينقض عند الملكية، ينقض عند غيرهم. فهمت بقى؟ وجهات نظر. الاحناف نظروا للخارج بس، ما نظروش للمخرج. قالوا اي نجاسه تخرج من اي حته تنقض الوضوء. اي نجاسه تخرج من اي حته تنقض الوضوء، وريحوا نفسهم. يعني لو دم سايل الدم نجس، يخرج من اي حته ينقض الوضوء عند الاحناف. القيء نجس، يبقى القيء ينقض الوضوء مع انه خارج من الفم. فهمت؟ يبقى اي شيء ناقض للوضوء
يخرج من اي حته، اي شيء نجس يخرج من اي مكان سواء معتاد او غير معتاد، يبقى ناقض الوضوء. ورياح نفسهم دول مين؟ الاحناف. فيبقى نواقض الوضوء عند الاحناف اكثر من نواقض الوضوء عند مين؟ عند المالكيه. ونواقض الوضوء عند الشافعيه اكثر نواقض عند مذهب، لان احنا بننقض بايه؟ بالمعتاد وبغير المعتاد، يعني بالنادر حتى ينقض الوضوء. الملكيه قال لك لا، طلع النادر ما ينقضش. هنا بقى الامام البخاري عامل الباب ده مخصوص عشان كده، باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين، كانه بيرد على مين؟ على الاحناف. كانه بايه؟ الاحناف قالوا مخرج او غير مخرج، يخرج من اي حته ينقض، ماليش دعوه خارج منين. فاهم؟ يبقى كان الامام البخاري عايز ايه؟ يبين ان مذهب المالكيه اللي هم نظروا للمخرج، ونظر ومذهب الشافعيه اللي نظروا للمخرج ارجح عنده، ولكن لم يتناول النادر ولا المعتاد. هو بيتكلم هنا بيتكلم عن المخرج. فهمت؟ باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدهر. لان الكلام ده هيحل لنا مشكله. في ناس بيعملوا عمليات تحويل مجرى براز، تحويل مجرى بول، بسبب الاورام اللي بتحصل في الجهاز الهضمي، فيروح عاملين له فتحه في بطنه يخرج منها البراز ويعيش كده سنين. نعمل ايه في نقد الوضوء بتاعه؟ ما بقاش خلاص معتاد. فاهم؟ هيحل لي الكلام ده، هيحل لي الاشكال في دول على فكره، مش كلام هو كده سفسطه يعني. فاذا قلنا العبره بالمخرج يبقى ده ما ينقضش وضوء. خلاص؟ يبقى خلاص، ولا دائم حدث ولا حاجه خالص، ولا كانه خلاص. يبقى الخارج في الكيس ده ما ينقضش وضوء ان كان نجس. ده على اللي بيعتبر المخرج. طب وعلى اللي ما بيعتبرش المخرج؟ هيبقى نجس برضه، يبقى ينقض الوضوء عند الايه؟ عند الاحناف. يبقى تحويل مجرى البراز على البطن برضه ينقض الوضوء عند الاحناف، لانه خارج نجس من اي حته كان. فلو كنت حنفي هتقول له اتوضى. فهمت بقى ازاي؟ ولو كنت مالكي هتقول له ما تتوضاش. والشافعية عندهم وجهان، والراجح عندهم ان يقول لك ننظر اذا كان المعتاد مفتوح ولا المعتاد مقفول. فهمت؟ يعني هم عملوا له تحويل في بطنه، بيخرج منها بول او بيخرج منها براز من جدار البطن. كويس؟ نشوف هل كمان بيتبرز من المخرج المعتاد كمان، يبقى الاثنين شغالين، ولا مفيش من المعتاد حاجه وكله خارج من هنا. فهم؟ يختلف الحكم. فإذا كان المعتاد منسد والخارج كله من البطن فينقض الوضوء عند الشافعي، لأن صار المعتاد انتقل إلى مكان آخر. أصبح المعتاد بتاعه في بطنه، مش المعتاد بتاعه في دبره. فهم؟ وده الراجح في المذهب. الحاجات دي مهمة اللي بيشتغل في الطب يعني عشان يفهم العيانين. ما هو بيعمل عملية العيان يسيبه بعد كده بقى لايس مش عارف يصلي. ما هو ده الفرق بين الجراح المسلم والجراح الكافر. الجراح الكافر يعمل لك العمليه ويقول لك انا روح خلاص. لكن الجراح المسلم يعمل العمليه ويفهم العيان ازاي هيتعامل في عبادته بعد ما غير نظامه. فاهم؟ فلازم يبقى في ميزه للجراح المسلم مع غير المسلم، كل واحد في مهنته. يبقى المواضيع دي مواضيع مهمه لان الناس بتحتاجها. وكل يوم بتقابلها، ممكن تقابله في جارك، تقابله في صاحبك، تقابله في قريبك، تقابله في والدك، تقابله في عمك. فكل الامور دي امور مهمه، مش امور يعني مجرد ان احنا بنقول طرف كلام في طرف كده ومش محتاجينه قوي. لا، ما بنقولش مواقف وطرائف، احنا بنقول حقائق وعلم. فلازم الحاجات دي كلها توظفها في النصح للناس ولنفسك. قد يتعرض اي واحد فينا ونسال الله السلامه المستزيد مواقف، فنسأل الله أن يسلمنا جميعا. يبقى مناقشة مثل هذه الأمور دي أمور مهمة ينبني عليها عبادات، لأن أكبر أكثر عبادة متكررة في حياة المسلم إيه؟ الوضوء والصلاة. هات لي عبادة تانية بيكررها زي دول، مفيش غير طول النهار المسلمين رايحين جايين يتوضوا ويصلوا، رايحين طول من أول ما عمره كده.
مش بيتوضى مرة واحدة في اليوم، عدة مرات في اليوم، ما بيصليش مرة واحدة في اليوم، بيصلي عدة مرات في اليوم، وكده طول عمره حتى لو مريض الصلاة ما بتسقطش عنه. يبقى أكتر عبادة مهمة في حياة المسلم إيه ومتكررة؟ هي الصلاة وما تعلق بها من طهارة. فلازم المسلم يبقى إيه؟ يبقى فاهم كل موضوعها من جميع جهاتها. محوطها كده عشان يعرف، لأن دي أكتر عبادة متكررة. قد لا يتعرض مسلم إنه يطلع زكاة أصلا. يعيش طول عمره ما عندوش نصاب ولا تعرض، وقد يعني يعيش مسلم وما يحجش أبدا. وقد يكون مسلم عنده مرض يمنعه من الصوم فيعيش مسلم وعمره ما يصوم رمضان، لكن ما فيش مسلم ما يصليش، ما شفناهوش، ده لازم يصلي، ما لهاش مهرب. فاهم؟ يبقى لابد انه يتعلم. عشان كده تلاقي معظم كتب الفقه تبتدي ايه بابواب الطهاره والصلاه الاول خالص، لان دي اكتر حاجه متكرره في حياه المسلم. باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود او من ذكره. دي حاجات نادره، اهي يخرج من دبره دود او من ذكره، دي حاجات نادره بقى. نحو القمله يعني حشر يعيد الوضوء، ده عطاء. ده مذهبه زي الشافعي. يبقى عطاء ده مذهبه زي الشافعي. وقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: اذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعيد الوضوء. يعني الضحك في الصلاه يبطلها ولا ينقض الوضوء. الامام ابو حنيفه عنده القهقه تنقض الوضوء، لو ضحك بصوت كده يعني قهقه، مش ابتسم، بطلت صلاته وبطل وضوءه، ويروح يتوضا كمان لتلاعبه، تغليظا عليه لتلاعبه. يبقى في امور هنا الفقهاء يختلفوا فيه. فهم؟ وقال جابر بن عبد الله: اذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعد الوضوء. وقال الحسن اللي هو البصري: ان اخذ من شعاره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه. يعني انا متوضي اقول الحمد لله ورحت قصيت ضوافر، لازم بقى اوضي كمان تاني علشان الحته اللي قصيتها دي ما كانش جالها الميه، قصيت شعري، واخد بالك؟ يبقى لازم ان انا، لان لما قصيت شعري ظهرت جزء من الشعر اللي اتقصت ده كان ساعتها متصل فما جالوش وضوء، اعيد الوضوء ولا؟ في ناس بتفكر هذه التفكيرات على فكره، قال لك لا ما يجراش حاجه، قص شعرك، روح يعني متودى ورحت للحلاق حلقت شعرك اطلع صلي، مش عشان اصلي شعري لازم اتوضى تاني. فهمت بقى ازاي؟ قصيت ضوافري اصلي على طول، ادي المعنى. وقال الحسن: ان اخذ من شعري واظفاري او خلع خفيه، يعني انا مسحت على الخف وقلعت الخف، هل لازم اتوضى تاني؟ قال لك لا ما توضاش تاني، بس اغسل رجلك، اغسل رجلك بس وخلاص. فهمت؟ لكن ما تتوضاش كله. فهمت بقى المساله؟ يبقى خلع الخف لا ينقض الوضوء الا امتى؟ اذا انقضت المده، اذا انقضت المده. فهمت ازاي؟ او لم يغسل قدميه. يبقى في الحاله دي ما ينفعش يصلي. لكن لو خلع الخف وكان ماسح عليه قبل كده والمده تسمح، اللي يوم وليله في الحضر وثلاثة أيام في السفر، وإن كان المالكية عنده يمسح الخف بلا مدة، طالما أدخلها طاهرة في مذهب المالكية ما عندوش مدة، يقعد كده إن شاء الله شهر حضر وسفر، المالكية ما حددوش مدة، الشافعية هم اللي حددوا مدة، وكذا الأحناف. فهمت؟ يعني الأمر فيه شوف خلاف عميق قد إيه وواسع قد إيه، ويؤدي إلى بطلان الصلاة وصحتها، ومش هتموش بعض يا أخي. واحنا عشان نختلف في وجهه نظر في امور حياتيه نشتم بعض ونعمل ايه ونكفر بعض وندي على بعض ونقنط نقول يا رب انسفه، طب ليه كده؟ ليه بنعمل كده في نفسنا؟ لاننا ما تعلمناش العلم ولا الادب. ما تعلمنا علم ولا ادب للاسف.
يعني مهما اختلفنا مش هيبقى خلافنا عميق بهذا العمق اللي حصل بين المالكية والشافعية والأحناف في تفاصيل فروع الفقه. في أكثر من إن خلاف يقول لك صلاتك باطلة والتاني يقول لك لا صلاتك صحيحة، خلاف تاني يقول لك لا وضوءك صحيح والتاني يقول لك لا وضوءك باطل. في أعمق من كده خلاف؟ والرغم من كده ما تخانقوش مع بعض ولا حاربوا بعض ولا دعوا على بعض ولا شتموا بعض. وقال الحسن: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، يعني ليست من النواقض، يعني ليست من الأحداث الناقضة للوضوء. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد، يعني استمر في صلاته بالرغم من السهم دخل فيه وخرج منه دم وهو جوه الصلاة. لو كان خروج الدم ينقض الوضوء كان خرج من الصلاة، ده كمل صلاة. دل على أن الدم الخارج لا بيرد على مين؟ الأحناف. فين؟ فرمى، كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. الأحناف يقول لك لا ينقض الوضوء، لكن في الحروب يبقى ناقض للوضوء ويعفى عنه. من أجل إيه؟ من أجل الضرورة. لكن في الحياة المدنية العادية ناقض الوضوء ومتوضأ، لكن في الحرب مش هقدر اقول لك اتوضى، يبقى من المعفوات. يعني الاحناف برضو ليهم وجهه نظر. فهمت ازاي؟ يعني ما انكروش ان الصحابه صلى في جراحتها، قالوا اه، قال لان دي ضروره الحرب. احنا بنتكلم على خروج الدم في الحياه العاديه، ينقض ولا لا ينقض، مش في الحرب. فهمت بقى؟ واحد بيحلق دانه خرج ايه شويه دم نزل كده، يجي لك واحد سلفي يحلق دانه، ففي مسلم بيحلق دانه؟ اه في مسلم بيحلق دانه، لان عند السلفيه حلقه الدقن تعبير الشرك بالله، ده مكروهه، حلقه الدقن مكروهه، حكمها كده وخلاص، عامل مكروه انتهينا، ولا حاجه بسيطه. وكم من مسلم بحليق ده وعالم كبير كمان، طب حلق دانه وسال الدم. فهمت ازاي؟ انتقد وضوء ولا ما انتقدش؟ عند الاحناف إذا انتقل الدم من موضع الجرح إلى موضع آخر، يعني سال، انتقل الوضوء. إذا كان الدم في موضع الجرح بس ما سالش ما ينقضش الوضوء. تفاصيل، مذاهب فيها تفاصيل. فهمت بقى؟ وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء، يعني ليس في خروج الدم من الايه من الجسم وضوء، ما لم يكن من المخرج المعتاد فهو ينقض. عند مين؟ عند الشافعية. وعصر ابن عمر بثرة، سيدنا عمر، سيدنا عبد الله بن عمر عصر بثرة، يعني ايه؟ يعني فسفوسه بجلده كده. بثرة يسموها فسفوسه، بويل ان انجلش، بويل بثرة يعني دم صغير، عذره كده في جسمه وهو متوضى وفركها كده وقف الله اكبر وصلى ولا اتوضى ولا عمل. فهمت ازاي؟ وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضا وبزق ابن ابي اوفى دما. بزق يعني ايه؟ يعني تفل دم من فمه فمضى في صلاته وهو جوه صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه، لان في الاحتجام خروج دم. طب انا متوضي واحتجمت فخرج دم من جسدي من جلدي موضع الحجامه، يعني انتقد وضوء الا لا؟ لم ينتقد الوضوء، بل يغسل محاجمه، بس يغسل موضع المحاجم عشان يطهرها، لكن معلوش وضوء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث 76 بعد 100، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. يعني يحدث ايه؟ يعني ينتقد وضوءه. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة، يعني الصوت اللي يخرج من الدبر. يعني إذا كان الصوت ده هواء يبقى الغليظ أقوى من باب أول، إذا كان الهواء اللي يخرج من الدبر ينقض الوضوء، يبقى إيه؟ يبقى الكثيف بقى أكتر نقد. يعني هو قال له بالأدنى علشان يدله على الأعلى، فهمت؟ وعنه به قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني يتيقن من نقد الوضوء، لا ينصرف من صلاته لو سمع مثلا حركة بطنه كده أو حركة كده عند دبره، ممكن العضلة بتاعت الدبر دي تتحرك كده، الموسوس يقول لك هذا في حاجة خرجت، بتحصل ساعات حركة تحصل كده، أو مثلا حتى إيه، عرق، العرق معدي وماشي فيجي عند الدبر يدي لك إحساس إن في حاجة حصلت في الحتة دي، ما تتركش صلاتك إلا لما تبقى متأكد إن في حاجة خرجت، مش مجرد إن يجي لك أي شعور ده تروح تارك صلاتك على طول. يبقى لا تنصرف من صلاتك حتى إيه؟ تتيقن. والتيقن هنا رمز له إيه؟ بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن. يعني وعن أبي قال، وعشان كده قالوا الشافعي عندهم قاعدة قالوا ايه؟ اليقين لا يزول بالشك، قاعدة في مذهب الشافعي. مذهب الشافعي قايم على خمس قواعد، فهمت ازاي؟ خمس قواعد في مذهب الشافعي قام عليها: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، والميسور لا يسقط بالمعصور. خمس قواعد مذهب الشافعي قايم على الخمس قواعد، فهمت؟ وعنه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية. شوف أثبت الألف في ابن عشان منسوب لأمه، لما ينسب لأبيه ما يثبتش الألف، اكتبها بن وتتنطق ابن، لكن لما ينسبه لأمه يثبت لك الألف، فاهم؟ عيسى ابن مريم تروح حاطط ألف عند الابن، إنما عمر ابن الخطاب ما تحطش ألف. عن محمد ابن الحنفية قال: قال علي: كنت رجلا مذاء، أو المذي ده بيخرج من القبل، كويس؟ له بول وله مني، ده حاجة كده بين البنين، مذي إفراز كده يخرج مخاطي عند الشهوة، فإيه حكمه؟ ينقض الوضوء لأنه خارج من المعتاد. طب وإيه؟ ويغسل منه لأنه نجس، حكمه حكم البول يعني. قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. وعن أبي قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ يسموه أقحط، أقحط يعني جامع ايه وما طلعش مني، ما خرجش منه حاجه. قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. ليه؟ لأن المذهب كان كده في الأول، قال إنما الماء إيه؟ من الماء، يعني الغسل من نزول الماء، فيبقى بالتالي هو ما أنزلش ماء اللي هو المني، يبقى ملوش غسل. ثم بعد ذلك قال النبي: إذا التقى الختانان فإيه؟ وجب الغسل.
إذا التقى الختانان وجب الغسل، اللي هو العلاج يعني لو أولج حتى لو لم يمني وجب الغسل. وإذا وجب الغسل يبقى انتقض الوضوء من باب أولى. فاهم؟ يبقى ده على الفتوى الأولى اللي هي على حديث إنما الماء من الماء. قبل ما يعرفوا إذا التقى الختانان. فهمت؟ اللي هو العلاج. يبقى سيدنا عثمان كان بيفتي على إيه؟ على المذهب الأول اللي هو إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من خروج المني. قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. طب وليه يتوضأ بقى ما خرجش حاجة؟ قال لك لأنه مس امرأة أو لمسته من النساء فانتقل بسبب لمس النساء بس. فهم؟ هذا على المذهب الأول برضه. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. يبقى ما كانوش يعرفوا إذا التقى الختانان، لأن مش كل الصحابة عارفين كل الأحاديث. واضح؟ صحابة سمعت إنما الماء من الماء مشيت عليه، صحابة سمعت الحديث ده وسمعت التقاء الختانين فعرفت زيادة علم. وعشان كده قول الصحابي وفعله ليس بحجة، لأنه قد يخفى عليه الدليل. واضح؟ حجية قول الصحابي ناقشها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، مناقشة جميلة تحاول تقراها تتعلم. حجية قول الصحابي وفعله هل هو تشريع ولا مش تشريع؟ فهمت ازاي؟ فيها مناقشة كبيرة. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر اللي هو النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءه ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. يعني لقى إيه؟ طلب واحد جاله مستعجل وعليه أثر الغسل، فالنبي استنتج إنه كان بيجمع زوجته ومرش يخرج جنب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. يعني أعجلناك يعني إيه؟ لم تكمل الجماع حتى تنزل، يعني من شدة إيه؟ يعني سرعة إجابتهم للنبي، حتى لو كان بيجمع مراته ما بيستناش ينزل، يجري على طول يا روح للنبي، دي من سرعة الإجابة يعني. فقال: لعلنا أعجلناك، يعني لم تمني، يعني لم تخرج المني. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت يعني جمعت ولم تنزل أو قحط فعليك الوضوء تابعه. يبقى ده كان الأمر الأول، الحكم الأول قبل التقاء الختانين. قال: حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. باب الرجل يوضئ صاحبه. يعني هل يجوز الاستعانة في الوضوء ولا يعني تبقى نوع من الكبر، يعني انك انت واحد يصب عليك وانت تتوضى كده؟ معظم العلماء قالوا خلاف الاولى، خلاف الاولى، لكن ان كان هناك ضرورة فلا بأس. واضح؟ وبعدهم قال لك مكروه. طب والفرق بين المكروه وخلاف الاولى؟ ان الخلاف الاولى اخف من المكروه شوية، حاجة بين المكروه والمباح كده، سموها خلاف الاولى. باب الرجل يوضئ صاحبه، لكن اتفقوا جميعا على ان مسح الاعضاء هو ده اللي ايه؟ الذي لا يجوز. لا يجوز انك ان يوضيك يعني يمسح لك اعضاءك الا اذا كان مريض. يبقى يجوز اذا كان مريض بس. انما تعمل ايدك كده ويجيب لك واحد يمسح لك هنا واحد يمسح لك هنا. خدم بقى وحشم بقى من باب يعني الالاطه. لا كده ما ينفعش. كده ما يصحش. فاهم؟ انت اللي توضي نفسك. لكن تقول له هات لي ميه اتوضى ما لا باس. انك انت يجيب لك الميه، لكن يصب عليك هو ده اللي خلاف الاول. انه يدلك لك الاعضاء يبقى ده اشد كراهه. الا اذا كان مريض معلش. فهمت بقى ترتيب الاحكام؟ باب الرجل يوضئ صاحبه. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة في حجة الوداع، يعني لما أفاض من عرفة الطريق للمزدلفة، عدل إلى الشعب. الشعب ده اللي هو الوادي اللي بين عرفة ومزدلفة، اسمه الشعب، طريق بين الجبال كده. عدل إلى الشعب فقضى حاجته، يبقى نقض وضوء يعني بال أو إيه غار. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. يبقى أسامة صب على النبي وتوضأ، يبقى طالما فعله الشارع يبقى إيه؟ لا شيء فيه. علماء قال لك لا، قد يفعله الشارع لبيان إيه؟ أنه ليس بحرام فقط، ويبقى في حق النبي هو الأولى لأنه بيبين للناس الأحكام، أما غيره فلا. لكن الراجح أنه طالما فعله الشارع دل على الجواز. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ ما كانش صلى المغرب، لأنه أفاض من عرفة بعد غروب الشمس وما صلىش المغرب، جاء في الشعب قضى حاجته ثم توضأ. فبيقول له: هنصلي بقى المغرب يا رسول الله دلوقتي يعني، أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك، يعني هنصلي هناك في مزدلفة لسه أمامك، مش هنصلي هنا. ويبقى المغرب بتصلى ايه جمع تأخير مع العشاء ايه في ليلة عرفة. وعن أبي قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له يعني يقضي حاجته، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. أو برضه صب عليه الماء هنا، وكانت السفرة دي غالبا في غزوة تبوك. فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. كان المغيرة بقى ايه نازل ايه يقلع النبي الخفين عشان يغسل له رجله، فالنبي قال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، ومسح على الخفين. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. يعني هل يجوز ان تقرأ القرآن بغير مس المصحف وانت على غير وضوء ام لا؟ يجوز بالاجماع، يجوز بالإجماع قراءة القرآن من غير مس المصحف أو حمله، يعني من الحفظ وأنت على غير وضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث، يعني الناقد للوضوء وغيره. وغير القرآن من سائر الأذكار بقى، التسبيح والتهليل والصلاة على النبي والسلام وغيره، فهمت بقى؟ كل ده يعني غير القرآن. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام. ده ايه؟ ابراهيم النخعي مذهبه ان الحمام زمان كان ايه منفصل عن قضاء الحاجة، يعني كان في الحمامات دي يروحوا الناس هناك حمامات كده عامة، يلبس الازار يعتذر ويقعدوا مع بعض كده ويقعدوا يستحموا بس مؤتذرين. فابراهيم النخعي قال طالما مؤتذرين ومغطين عورتهم يبقى لا بأس انه يقرأ القرآن خالص وهو حتى في الحمام، فهمت ازاي؟ والإمام أبو حنيفة قال يأخذ حكم الخلاء فلا يقرأ. مذهب الإمام أبو حنيفة مخالف لإبراهيم النخعي هنا في المسألة. والشافعية يجيزه طالما المكان طاهر ومغطي عورته. فهمت إزاي؟ يقرأ. وسموه حمام ليه؟ لأنه فيه الحميم اللي هو الماء الساخن يعني. الحميم ده اللي هو إيه؟ الماء الساخن. حميم. فسموه حمام ليه؟ عشان غالبًا بيبقى فيه ماء ساخن. وقال منصور اللي هو ابن المعتمر عن إبراهيم اللي هو النخعي: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وممكن تكتب رسالة لواحد صديقك وتكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقعد تتكلم معاه رسالة طويلة ويمكن تجيب له آية في النص،
كل ده وانت مش متوضئ، فهمت؟ كل ده جائز وانت على غير وضوء، فهمت؟ وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن ابراهيم: ان كان عليهم ازار فسلم والا فلا تسلم. يعني لو دخلت عليهم الحمام وما لهمش ازار ما تسلمش، علشان عورتهم باينه، فما فيش داعي انك انت يعني ايه تجعلهم يذكروا الله على على حاله لا تليق، فما تسلمش. لكن لو عليهم الازار يبقى ايه سلم عليهم، لان هذه الحاله تليق برد السلام، لان يكره في الخلاء الذكر وايه والسلام. ليه؟ لان العوره ظاهره ومكان فيه نجاسة. فقاس الحمام عليه في هذه المسألة. وعن أبي قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريبة مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم يمسح النوم مجازه. ويجي لك ابن تيمية يقول لك ما فيش مجاز في القرآن والسنة، طب نعمل إيه في الحديث ده؟ هو النوم ده حاجة كده يعني حسية كده بتمسحها؟ لا، هو بيمسح وجهه، يعني بيمسح ايه اثر النوم، فهم؟ ادي المعنى. يبقى ده مجاز. فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الايات الخواتيم من سورة آل عمران، او قرأ القرآن وصحي من النوم نوم عميق، فهمت ازاي؟ واحد يقول لك طب ما هو نوم النبي ما ينقضش الوضوء، ليه الامام البخاري جايبها في الحتة دي وبيقول جواز قراءة القرآن على غير وضوء؟ طب ما الحديث يحتمل ان النبي قام ولم يفعل حدث، والنوم في حق النبي ليس بناقض اصلا، مش كده؟ واحد ممكن يعترض، فهمت ازاي؟ نرد عليه نقول له ايه؟ نقول له احنا عرفنا انه كان منتقد وضوء بدليل انه قام فتوضا، بعد ما قرا العشر ايات قام اتوضا، لكن لما نام النومه الثانيه قام وصلى على طول ما توضاش، فدل على ان هنا كان على غير وضوء. واحد يقول لك تاني طب ما يمكن الوضوء ده تجديد وضوء، مش يحتمل؟ ما دي مناقشات كلها لطيفه. نقول له يا سيدي ممكن سيدنا عبد الله بن عباس لما سمعوا بيقرا العشر ايات كان منتقد وضوءه فكررها معه والنبي لم ينهه، فدل على جوازها، فهمت؟ علشان بس ما تعترضش يعني. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، اللي هي من أول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية اللول الألباب، لآخر السورة. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. الشن المعلق، الشن اللي هي القربة القديمة، تسمى شن، قربة ماء قديمة. إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. شفت؟ فصنعت مثل ما صنع يعني ايه؟ يعني لما ارى قريت، ولما اتوضى اتوضيت، فهمت يا استاذ؟ لما قرأ قرأت، ولما توضأ توضأت. يبقى استدل الامام البخاري على ايه؟ جواز قراءة القرآن المحدث من قراءة ابن عباس على قراءة النبي، عشان ما تقوليش اصل يمكن النبي ما كان تجديد وضوء والنوم ما بينقضش حد. طب الامام البخاري ليه جايب الحديث؟ جايبه عشان ابن عباس يا سيدي، فهمت ازاي؟ عشان تعرف بس دقه ايه نظر الامام البخاري. ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على راسي واخذ باذن اليمنى يفتلها، لانه وقف على يسار النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على راسه وفتل اذنه اليمنى بيده، يعني بينبهه ان كده غلط يعني، تعالى كده، وراح يوقفه على يمينه.
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 12 ركعة. فاهم؟ ثم أوتر. خلاص؟ لأن النبي كان بإيه؟ بيصلي الوتر بتاعه 11 ركعة واتنين استفتاح أدي 13. يبقى في ركعتين كان يستفتح بيهم قيام الليل الأول. ركعتين خفيفتين. وبعدين يجيب بعد كده ايه 8 و3 وتر. فاهم؟ ثم اوتر ثم اضجع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى. هنا قام بقى وصلى على طول ما تركش. يبقى احتمل ان كان قيامه الاولاني اللي خلاه يتوضا كان منتقد وضوء، في الاحتمال قائم برضه. فهمت بقى ازاي؟ لانه لو ما كانش كده كان قام وصلى على طول زي ما قام وصلى هنا. ثم اضجع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين اللي هي سنه الصبح القبليه. ثم خرج فصلى الصبح. والحديث ده سبق انه رواه الامام البخاري في عده ابواب، وكل روايه يرويه ويستدل منه ايه؟ بحكم فقه جديد. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.